بيحصل اليوم ده في زياده مستمره. احنا لو جينا نشوف السنوات اللي قبل كده هنلاقي كل سنه تقريبا في زياده من 12 ل 15% حسب البلد. عندنا هنا في مصر احنا عدد اللي بيستخدموا الانترنت ومعتمدين عليها وصل 60 مليون. 60 مليون ده رقم كبير قوي، بما فيهم اطفال وشباب وكل الفئات العمريه، مش هنتكلم على فئه معينه. فاحنا بنقول انها حاجه بقت عامله لنا زي غزو، وفي غزو او في ثقافه مختلفه ان ما بقيناش بنعتمد في مصادر المعلومات زي زمان. يعني انا التخصص بتاعي دلوقتي، حتى كانوا بيسالوني قبل ما ادخل انت تخصصك ايه؟ انا المفروض ان انا واخده دكتوراه في الاذاعه والتلفزيون ومتخرجه من قسم الاذاعه والتلفزيون. حاليا احنا عندنا بيتم تغيير اسامي الاقسام حتى عشان تتوافق مع طبيعه العصر اللي احنا بقينا فيه. فما بقيناش بنقول انا يعني حتى كل ابحاثي ما بقتش في الاذاعه والتلفزيون، لان التلفزيون خلاص ما بقيناش بنشوف حاجه جديده قوي او حاجه مختلفه، هو له صمبه معينه مفهوم. المشاهدات بتاعته مش هتتلغي او هو مش وسيله هتتلغي، لان مش وسيله هتتلغي موجوده. بس عندنا في ترند جديد او حاجه طالعه جديد لازم يعني نحط عليها كده ضوء بناء على المستخدمين بتوعه. طيب الجديد دلوقتي ايه؟ لما اجي احب اتكلم على ايه الوسيله اللي اقدر اتكلم بيها الجمهور ويسمعني او متاكده ان هيبقى في رياكشن، هنتكلم على السوشيال ميديا طبعا ده اول حاجه. بس هي في حاجات مرتبطه ببعض، زي اول حاجه عندنا الانترنت. الانترنت ده سبب زياده الاخبار عليه في ثلاث حاجات. من 10 سنين ما كانش في الابيليتي بتاعه الانترنت بالقوه بتاعه دلوقتي، كسرعات كداونلود وكابلود والحاجات دي كلها. يعني انا مثلا لما كنت في الجامعه كان عندنا الانترنت، لما اجي اعمل بحث او حاجه لازم اعمل دايلر عشان اقدر ادخل الانترنت. طبعا دي حاجه الجيل بتاع دلوقتي مش هيعرفها اصلا. الولاد الصغيرين كلهم كل حاجه مربوطه بالانترنت، احنا لو الانترنت عندنا عادي في البيت مش هنعرف نعمل حاجه. الانترنت دي بقى زياده العدد بتاعها او زياده الاقبال والاستخدام عليه ارتبط بايه كمان؟ في حاجه ثانيه مهمه قوي روضتنا بزياده الانترنت اللي بقت افيلبل حوالينا في كل حته، الموبايلات. انا دلوقتي كم واحد من اللي قاعدين بيدخل على الانترنت من الموبايل او من اللابتوب؟ الموبايل قد ايه؟ كتير. احنا كاعلام طبعا على طول. الاعلام على طول كله شغال بالموبايل عشان تلحق تشوف الخبر. وشكرا لما تقول على طول انا في الاعلام. فاي حاجه معتمده على السرعه يبقى انا عندي الموبايل مع سرعه الانترنت، هي حاجتين بيكملوا ان احنا ليه بقينا متوجهين كلنا للسوشيال ميديا او للاعلام الرقمي او الاعلام الفيديو. طيب يبقى احنا عندنا استخدام الموبايلات عددها برضه عشان عارفوا عارفين عالميا 5.7 مليون، دي ارقام كتيره قوي في 2021. وعندنا في مصر الارقام الزياده ما بقاش لها حصر حتى كل سنه عن السنه اللي قبلها. السوشيال ميديا احنا كده فهمنا خلاص ان الانترنت وسرعتها و و السوشيال ميديا عندنا هنا في مصر عالميا طبعا في ترند او في زياده فيها، وفي مصر بالذات في مرحلتين. المرحله الاولى واكيد كل اللي في الاعلام هيبقوا عارفين ايام ثوره يناير كانت طفره كبيره جدا ان كل اللي ما كانوش حتى يستخدموا الانترنت ولا يعرفوا السوشيال ميديا من اهالينا احنا حتى اللي هو زي جيل والدي والدتي والبيوت كمان، فبالنسبه لهم احنا مش عارفين نوصل لمعلومه. احنا كنا بنعتمد على التلفزيون في الفتره دي ان انا اخد اخبار، ساعتها ما كانش في تلفزيون مفيش نقل محدش مصدق حاجه. فالبيز بتاع مصداقيه السوشيال ميديا او انها بتوفر لي اللي انا مش عارفه اجيبه من اي وسيله ثانيه كانت مع بدايه الثوره بتاعت يناير 2011. عندنا في العالم كله مش بس في مصر، مع الكورونا دي كانت طفره ثانيه لاستخدام السوشيال ميديا. انا عندي حاجه جديده الناس كلها بتتكلم عليها، انا مش فاهمه دي هتوصل لايه او تطوراتها هتبقى عامله ازاي. وكلنا قعدنا في البيت، الحل بتاعها كان ايه؟ ان انا ادخل على الانترنت وعلى السوشيال ميديا واجيب منها معلومات. فدول المرحلتين او النقطتين اللي كانوا زودوا قوي في استخدامات السوشيال ميديا عند الناس كلها. طيب يبقى احنا عارفين ان بالنسبه للارقام انا عارفه ان هي مش مهمه للناس كلها، بس انا كنت حابه اعرف الناس ان في زياده في استخدام السوشيال ميديا. يعني تقريبا عالميا واحد من كل 9 في العالم اكتف يوزر بالسوشيال ميديا. يعني ايه اكتف يوزر؟ يعني بيشتغل عليها بصفه مستمره ولعدد ساعات طويله جدا. كل ده خلى السوشيال ميديا يبقى ايه؟ بقى هي مصدر المعلومه بتاعتك، وهنتكلم على ده. بالنسبه للابلكيشنز اللي حضراتكم كلكم بتستخدموها، اكتر حاجه طبعا فيسبوك هو واخد الصداره من ايام بالذات طبعا عندنا هنا في مصر ومكمل، اليوتيوب وراه والواتساب طبعا وهو
مؤخرا السنه اللي فاتت التيك توك كان زياده جامده جدا عندنا هنا في مصر بالذات، عشان برضه مع الكورونا كان في علاقه بين الناس قاعده في البيت فبتعمل لنفسها فيديوز عشان تساعد نفسها. وما علينا المحتوى كان يعني مش قضيتنا هنا قوي، بس احيانا التيك توك كان المحتوى بتاعه مش متناسب قوي مع طبيعه الشعب او حصلت عليه مشاكل وقضايا زي ما بيسمعوا عنها البنات اللي بيرجعوا الحالات وهدوم طبعا. طيب الوقت اللي احنا بنقضيه على السوشيال ميديا، لما قالوا في الاول عندنا في مصر وعالميا احنا هنا 7 ساعات يوميا سوشيال ميديا، فطبيعي ان انا يبقى هو ناصر المعلومه بتاعي، يبقى صاحبي قال لي شفت حد عمل حاجه، حد من المعارف بتوعي عامل لايك او طول صفحه معينه فانا بقيت بشوفها وبعمل لها شير. ومن المخاطر اللي هي حاجه اساسيه قوي بتهيألي هنا بالذات مقدمين الرعايه الطبيه ياخدوا بالهم منها، فكره الشير. الشير اكتر بكتير قوي من اي حاجه ثانيه، لان حضرتك مش بس خدت معلومه غلط، انت بتساعد في نشرها. فدي الازمه الحقيقيه او الافه الحقيقيه اللي موجوده لكل وسائل التواصل الاجتماعي حاليا. طيب عندنا الحاجه الثانيه اللي مهمه قوي عشان تبقى برضه ان وسائل الاعلام او الاتجاه عالميا ما بقاش ان انا احط الاعلاميين او الناس المسؤوله عن الاعلانات ما بيفكرش غير انها فكره، او الحاجه اللي بتتشاف او اللي بتتسمع هي اللي بتواجهها. فدلوقتي في اتجاه عالمي في مصر كمان على فكره ان الاعلانات كلها تتحط على المنصات الرقميه. طيب ثاني دلوقتي حضراتكم عارفين ان المنصات الرقميه حد فيكم جرب يبقى على فيسبوك او على انستجرام اكيد بتشوفوها او بتحسوا هم مراقبيننا ولا ايه؟ انا ببقى قاعده بلاقي فجاه صوره طلعت لي، ده انا كانت ايه ده انا بعمل سيرش على حاجه عايز اشتري جرافيك، فلاقي كل الجرافيكس كل البيجز والجروبس اللي بتبيعوا هم بتوع الحكومه. هو على فكره بيعرفوا، فاحنا بنقول وبنوجه لكل الناس اللي عايزه فعلا تدي معلومه حقيقيه هم بيعرفوا لانها بلغه بسيطه. انا في التلفزيون لما كنت بوجه معلومه للناس انا بوجه للجماهير، فالاخر عمري ما هقدر اعرف كل الجمهور او كل واحد من الجمهور صفاته ايه اللي بيتفرج عليه. في مواضيع انا بقفلها بشكل عام للجمهور العام، وفي حاجات طبعا للجمهور المتخصص. بس السوشيال ميديا عندها قدره ده بالعلم يعني تحليل الداتا بتاعتنا او المعلومات اللي احنا بنحطها بايدينا على الموبايل ابلكيشن وعلى السوشيال ميديا، لو اسم حضرتك وسنك وايميلك واللوكيشن بتاعك كمان في ابلكيشن كتير جدا بتعمل اكسس للوكيشن بتاعنا هي احنا فين دلوقتي وبنتابعك، يعني بتعمل لك تراكنج هي عارفه انت رايح فين دخلت مول ايه يطلع لك اعلان ليه. بنقول نفس الحكايه في كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها. فعشان كده بنقول النهارده انا بتكلم من وجهه نظر ان علميا محتاجين نستخدم الداتا دي او المعلومات دي واقبال الناس الكبير قوي على السوشيال ميديا في توجيههم لمعلومات صحيحه. والسابقين الاستاذ شريف مفور والدكتور عماد كلهم قالوا فكره المعلومات المغلوطه. احنا انا عندي شويه اقتراحات كده واحب ان انا اشاركها معاكم اللي هم يعني تساعد في حل الموضوع. طيب ده